مناطق البلاد ينضم معنا مراسلنا علي أسد. بداية مرحبا بك علي معنا في نشرتنا الإخبارية. علي صف لنا الأجواء لديك في ظل استمرار العاصفة الترابية، تفضل. نعم، حتى هذه اللحظة تستمر العاصفة الترابية بالهبوب على العاصمة العراقية بغداد رغم دخولها في وقت مبكر من فجر هذا اليوم، وكان من المتوقع أن تخفف أو قد تكون خفيفة العاصفة الترابية خلال هذه الساعات، لكنها مستمرة بشكل كبير بالهبوب، مدى الرؤية منعدم بشكل واضح خصوصا على الطرق السريعة هنا في داخل بغداد. أيضا استقبلت مستشفيات العراقية العديد من الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي بسبب ذرات التراب التي دخلت في أنفاس العراقيين منذ الصباح وبدأت بإصابتهم بالاختناق. نتواجد حاليا في داخل مستشفى الشيخ زايد وتحديدا في ردهد الطوارئ، حيث تزدحم هذه الردهة بالمصابين منذ الصباح وحتى هذه اللحظة. يتوافد المصابون في هذه الأمراض والمرضى إلى داخل الردهة الخاصة بالإنعاش، وبالتالي يتواجد عدد كبير منهم يتم تقديم الإسعافات الأولية الممكن تقديمها إلى المرضى. هنا نشاهد أيضا العديد من المصابين يغادرون المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الخاصة، وأيضا البقية منهم وأصحاب الحالات المستأصلة يبقون حتى ساعات. أيضا من المفترض أن ينضم إلي مدير مستشفى شيخ زايد للحديث أكثر حول الأرقام وأعداد المصابين الذين استقبلتهم مستشفى حتى هذه اللحظة. يبدو أنه مشغولا بالعديد من المرضى المتواجدين هنا. نشاهد في هذه اللحظات هذه الإسعافات التي يمكن تقديمها إلى المرضى، هي ممكن إسعافات أولية بسيطة ولكنها تحمي المريض. مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا. اليوم نشوف أعداد كبيرة من المصابين، ما هي الأدوات، ما هي الأمور التي يمكن تقديمها إلى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي؟ طبعا العلاجات الضرورية اللي موسعات القصبات، مضادات التحسس، بالإضافة إلى أجهزة النبولايزر، نضع بمادة الفنتولين تعمل على توسعة القصبات وإراحة المريض وتمكينه من التنفس. إذا كان محتاج الأكسجين يوضع الدبايز وحدة الأكسجين. نعم، الأمراض المرضى إصابات القلبية ومرضى الأمراض المزمنة يكون المرض النوبة أشد وطأة عليهم، يعني تكون قوية مو مثل المرضى اللي بس تحسس. مرض شغلك عن المريض يبدو أن تقديم العلاج له. نشاهد هنالك بعض العلاجات البسيطة التي تقدم في داخل الردهة. أيضا نشاهد اكتظاظ الردهة الداخلية لمستشفى الشيخ زايد بالمصابين. ينضم إلي الآن بشكل مباشر مدير مستشفى الشيخ زايد الدكتور معتز. دكتور تحية طيبة في البداية. جهود مبذولة من واضحة من قبل اليوم إدارة المستشفى، ممكن تخبرنا بأعداد الإصابات التي وصلت إليكم وأعداد المرضى الذين استقبلتوهم منذ الصباح حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور معتز مجيد علي العبودي مدير مستشفى الشيخ زايد. طبعا عاصفة ترابية جدا شديدة، أكيد احنا أخذنا احتياطاتنا بالتوجيه من دائرة صحة الرصافة. سيد المدير العام شكل مجلس طارئ داخل الدائرة لإلقاء التوجيهات للمستشفيات، كذلك نحن عملنا بنفس الحذو بأنه هنالك أعداد من الأطباء والممرضين مضاعف، قد يصل إلى 3 أضعاف شوف داخل الطوارئ، أعداد كبيرة تستقبل المرضى اليوم. وفرنا من المستلزمات الطبية والأكسجين المركزي وقنان الأكسجين للاحتياط ما يقارب الاحتياج لأكثر من 5 أيام. إن شاء الله الكوادر تسعى وبشدة من السيطرة على الموضوع. لدينا حاليا داخل الطوارئ عدد كبير، وصلنا إلى 100 مريض نتيجة هذه العواصف. لا توجد لدينا حالات اختناق شديدة احتاجت إلى انعاش تنفسي أو احتاجت إلى تداخل أكبر، أغلب الحالات هي متوسطة إلى شديدة. وحاليا نشوف الوضع داخل الطوارئ، كل الكوادر مستنفرة من أجل السيطرة على الموضوع. اليوم هنالك أحاديث على أن هذه العاصفة الترابية قد تسبب تجلطات دموية، هل فعلا هذا الأمر موجود في هذه العاصفة؟ يعني هاي الموضوع الطبي يعني انت يراد الدراسات حتى تبين شنو اللي راح يصير. اهل الربو ومرضى الربو تحسس القصبي هم اكثر الحالات راح يتاثرون في هذه، او تشوف اغلبهم هم الموجودين كبار السن، اكيد يحتاجون الى عنايه مركزه، عنايه خاصه، ادويه خاصه ومستلزمات خاصه داخل الطوارئ. اهلا وسهلا. اذا ينضم ايضا الي الدكتور مهيمن مدير مستشفى الطوارئ هنا في داخل مستشفى الشيخ زايد، تحيه طيبه. في البدايه نشاهد اليوم اعداد كبيره من المرضى داخل المستشفى، ما هي استعداداتكم قبيل هذه العاصفه وما بعد العاصفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدت طوارئ مستشفى الشيخ زايد منذ لحظات الصباح الاولى
باستقبال الحالات متوسطة إلى شديدة بالنسبة للمختنقين. أكثر الحالات الحمد لله تماثلوا للشفاء، وذلك كله بجهود الكوادر الموجودة. الكوادر كلها مدربة ومستعدين، أكسجين متوفر مركزي، ما احتاجين قناني الحمد لله. الأدوية كذلك أيضا متوفرة. أغلب الحالات هم تماثلوا للشفاء وخرجوا مستعدين أنه لموجة أخرى أيضا، ومحضرين يعني الأدوية مالتنا الأكسجين، وهذا كلهم محضرين الحمد لله، وما واجهنا أي صعوبات ولا واجهنا وفيات والحمد لله. بما أن على الهواء مباشرة، ما هي نصائحكم لليوم المرضى وحتى الناس الاعتياديين في خلال هذه الموجات؟ هو النصيحة الأهم هو عدم الخروج من المنزل إلا الضرورة القصوى. إذا اضطر أحد أنه يطلع خارج المنزل لازم ارتداء الكمامة، أقل هذا شيء ممكن. أما مرضى الربو ومرضى الحساسية وغيرهم نهائيا لازم يخصص له فد غرفة بالبيت، حتى من الخارج يعني الشبابيك هم لازم يسدها، يحاول قد ما يقدر حتى منقي هواء هواية أكو شغلات حتى ما يحتاج الخروج والتوجه للمستشفى إن شاء الله. شكرا. إذن أيضا حسب من المتوقع أن تضرب عاصفة ترابية أخرى بغداد خلال الساعات القادمة، سوف تكون أقل شدة بحسب الأنواء الجوية، ولكنها أيضا قد تؤثر كثيرا على أصحاب أمراض الجهاز التنفسي. اليوم الرؤية شبه معدومة في داخل العاصمة بغداد، وبالتالي هنالك أضرار أخرى قد تسببها الحوادث المرورية. أكثر من حادث مروري حدث في بغداد وأيضا في المحافظات، وتحذير آخر بضرورة عدم قيادة المركبات بسرعة كبيرة خلال خصوصا خلال هذه الموجة. علي، بما أنك متواجد الآن في المستشفى مستشفى شيخ زايد، وأيضا تنقلت في شوارع العاصمة بغداد، كيف وجدت حركة السير هناك؟ نعم، حركة سير بطيئة، ولكن بشكل عام العاصمة خالية من الحركة، على اعتبار أن اليوم قد فرضت عطلة رسمية في بعض الوزارات، وبالتالي الحركة قليلة في بغداد، ولكنها أيضا على بحذر شديد نتيجة للحوادث المرورية، أيضا نتيجة لشوارع العاصمة الغير مؤهلة لمثل هذه العواصف. اليوم أغلب الشوارع محطمة، أغلب الشوارع غير جاهزة للحركة. في الأوضاع الطبيعية هنالك صعوبة في التنقل في داخل العاصمة، فبالك بوجود عواصف ترابية، وبالتالي اليوم التقصير الواضح من قبل الجهات المسؤولة عن العاصمة بغداد أيضا أثرت بشكل كبير على حركة وعلى التنقل في داخل بغداد. ولكن بشكل عام هنالك شوارع خالية من المواطنين، الكثير منهم قد توجه إلى المنازل، الكثير منهم يخشى الخروج إلى الشوارع نتيجة الإصابة أو نتيجة خوفا من التراب، وأيضا خوفا من الحوادث المرورية التي يسمع عنها في داخل بغداد. نعم زميلي علي أسد، أرجو أن تبقى معنا، وهذه انتقالة إلى الزميل يعني عمار غسان، إن كنت تسمعني، ما هي الأجواء الآن لديك وأنت في وسط العاصمة بغداد؟ نعم عمار تفضل. نعم حسن، نتحدث عن موجة ترابية دخلت إلى بغداد بعد منتصف الليل، كانت الموجة جدا قوية، أيضا هناك حالات اختناق كثيرة وصلت إلى 2000 حالة اختناق حتى هذه اللحظة بحسب التصريحات من قبل وزارة الصحة. نلاحظ اليوم حركة السير المركبات في الشوارع قليلة جدا، لا توجد هناك أي زحامات ولا توجد هناك أي حوادث مرورية حاصلة إلى هذه اللحظة بسبب الموجة الترابية. كان الوضع في بعد الفجر يعني عدم وجود رؤية كافية للمواطنين وأيضا السيارات للمركبات للتنقل من منطقة إلى أخرى، كانت الرؤية 20 متر أو إلى 25 متر فقط. إلى الآن الأجواء يعني جيدة تقريبا، لكن هذه الموجة الترابية هي ليست أول موجة، موجات عديدة مرت خلال هذه الأيام مؤثرة تأثير جدا كبير على المواطن بالجانب الصحي بالجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي جدا مهم في هذا الموضوع، كثيرا من الجهات لم تتطرق إلى هذا الموضوع، خاصة الجهات الحكومية، أن هذه الموجة الترابية أوقفت اليوم صباحا حركة تنقل الطائرات في مطار بغداد الدولي وأيضا في مطارات أخرى، في مطار نجف أيضا توقفت حركة الطيران. هذه كلها يعني خسائر إلى الدولة. وأيضا نتحدث عن المهن، أصحاب القوت اليومي، لا يوجد أيضا عمل لديهم اليوم بسبب هذه الموجة الترابية.
لكن لاحظنا شيء حسن ونحن ننتقل في المحافظة اليوم. نعم. منذ الصباح إلى الآن نلاحظ انتشار مفارز للدفاع المدني ومفارز للإسعافات لإنقاذ المواطنين ولا نقلهم إلى المستشفيات بسبب حالات الاختناق وبسبب أيضا هذا التراب الكمية الكثيرة من هذه الموجة. بحسب الأنواء الجوية ستنتهي هذه الموجة بعد نهاية المساء من هذا اليوم، وربما ستعاود الموجة بعد أيام يوم أو يومين مرة أخرى موجة ترابية. للأسف حسن المواطنين اليوم يمتعضون من الإجراءات الحكومية تجاه هذا الموضوع، لا يوجد أي حلول إلى هذه اللحظة، يعني لا يوجد أي تشجير، لا يوجد أي معالجة لشح المياه، لا يوجد هناك يعني كل ما يعني هذه الأمور من اختصاص كل إجراء يحاول أن يسد من هذه وزارة الصحة والبيئة. هذه الأزمة جدا قوية، الحكومة لم تضع أي حسابات لها لا في هذه اللحظة. نعم غسان، التقصير من الحكومة من وزارات عديدة ليس فقط من وزارة الصحة ووزارة البيئة، هناك خلل في التخطيط، يجب أن يكون تخطيط مسبق لهذه الموجة، لكن للأسف لم نرى أي تخطيط. اسمح لي حسن أن ينضم إلي سيادة العميد جودد. سيادة العميد، نتحدث اليوم عن الدفاع المدني، ما هو دور الدفاع المدني في هذه الأزمة وما هي الحالات الحاصلة؟ تفضل. نعم، شكرا جزيلا حقيقة، تحية لكم ولفضائيتكم الموقرة لمتابعة جهود رجال الدفاع المدني. اليوم حقيقة مديرية الدفاع المدني استنفرت بكافة مراكزها من خلال تهيئة عجلات الإنقاذ الخفيف وعجلات إسعاف الدفاع المدني وفرق المنعشين، وتم انتشارهم في المناطق التي يرتادها المواطنين وفي الساحات العامة لتدارك أي حالة اختناق قد تكون طارئة، ونقلهم بعجلة إسعاف الدفاع المدني إلى المستشفيات أو إنعاش المصابين ميدانيا من خلال أجهزة الإنعاش التي يمتلكوها رجال الدفاع المدني. منذ الواحدة مساء حقيقة أمر السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان بدخول كافة مراكز الدفاع المدني بحالة الإنذار تحسبا وترقبا للعاصفة الترابية الغبارية الشديدة لهذا اليوم، وبالفعل استنفرت كافة مراكز الدفاع المدني وانتشرت أيضا فرق الدفاع المدني. نعم، هناك حالات سجلتموها اليوم أو إحصائية لعدد الحالات التي اختنقت في هذه الأجواء؟ نعم شكرا جزيلا، حقيقة العدد لا يحضرني حاليا، ولكن فرق الدفاع المدني فرق الإنعاش التابع لمديرية الدفاع المدني قامت بإنعاش وتزويد المواطنين المختنقين بهواء الأكسجين من ضمن قناة الأكسجين لجهاز الإنعاش، والعدد حقيقة لم يكتمل لدينا لحد هذه اللحظة بما قامت به فرق الدفاع المدني. ستستمر المفارز؟ نعم نعم نعم، المفارز ستستمر لحين زوال العاصفة الترابية، وأيضا وصايا وإرشادات الدفاع المدني أطلقناها بشكل مبكر وجددنا إطلاقها أيضا عبر كافة وسائل الإعلام، وفرق الدفاع المدني حقيقة تتعامل مع كافة التقلبات الطقسية بحذر شديد وتنشر وصايا وإرشادات الخاصة بكل ظرف طقسي. العميد عميد جودة عبد الرحمن مدير الإعلام في الدفاع المدني، شكرا لجنابك الكريم. إذا حسن، نتحدث عن هناك تعليمات عدة نشرتها مديرية الدفاع المدني وأيضا وزارة الصحة بخصوص الالتزام بارتداء الكمامة في هذه الأجواء وأيضا في البقاء في المنازل لمن يصابوا في مرض الربو ومن حالات التحسس من هذا التراب، وهذا أبسط ما أو أكثر ما تستطيع أن تقدمه الحكومة، لا شيء سوى النصائح فقط. نعم عمار، دعنا ننتقل إلى الزميل علي أسد. علي، زميلنا عمار ذكر لنا هناك تقصير من قبل بعض الوزارات، لربما تتركز مدى يعني تقصير تلك الوزارات بالأساس على مثلا وزارة الخارجية التي من شأنها أن تضغط كثيرا على الدول المتشاطئة في مسألة موضوع قطع المياه عن العراق وعن روافد دجلة، هذا جانب، والجانب الآخر أيضا وزارة البيئة عليها يعني مسؤوليات جمة. أما الأخوة مثلا في وزارة الدفاع أو الدفاع المدني والأخوة في المرور العام لربما كان عملهم واضحا من خلال تجوالكم في بغداد، حدثنا عن هذا الأمر علي.
نعم، التقصير هو مستمر على مدار السنوات الماضية. اليوم حتى إذا كانت هنالك الحكومة العراقية تريد أن توفر حلولا، الحلول سوف تكون على مدار بعيد، لا يمكن توفير حلول بشكل سريع. اليوم أحاديث عن أن العاصمة بغداد والعراق كله سوف يتعرض إلى مئات الموجات خلال الفترة القادمة، وبالتالي ما الذي ممكن أن تحدثه الحكومة؟ هي مكتوفة الأيدي على اعتبار أن الحزام، مشروع الحزام الأخضر الذي كان من المفترض يتم تنفيذه خلال السنوات الماضية، لا يمكن تنفيذه في هذا التوقيت على اعتبار أن العراق يعاني من تصحر كبير. اليوم ضعف الإرادة الخارجية العراقية، ضعف العلاقات العراقية، رغم تحسن هذه العلاقات على المستوى السياسي، نشاهد اليوم تحسن جزئي على المستوى السياسي للعراق مع دول الجوار، ولكن هذا التحسن لا ينطبق على أمور مهمة منها موضوع المياه. اليوم العراق لا يمكن له الضغط على تركيا وأيضا على إيران بشأن إطلاق المياه. اليوم نشاهد نهر دجلة يجف شيئا فشيئا، الكثير من الروافد لنهر دجلة قد قطعت من قبل الجانب الإيراني، ولا يزال العراق مكتوف الأيدي أمام هذا التغير المناخي الشديد. اليوم العراق معرض لتغيرات مناخية أكبر خلال السنوات القادمة. نتحدث عن مشاريع مقتصرة فقط على مشاريع بسيطة جدا لا يمكنها توفير الحماية بالنسبة للعراق بشكل عام. أيضا قبل فترة عرض موضوع من قبل السعودية بإنشاء تشجير بادية الأنبار وأيضا بادية النجف وبادية السماء، وقد جوبهت بالرفض من قبل الجانب العراقي من كون هذا المشروع سوف يوفر مساحة خضراء واسعة جدا من ممكن حماية البلاد، ولكن لأسباب تتعلق أيضا، نعود إلى المياه، لأسباب تتعلق بالمياه العراق اعتذر عن تزويد هذا المشروع بالمياه. إذن المشكلة العراقية الداخلية هي التي تنعكس على هذه الصحراء. اليوم البعض يتحدث ما الذي ممكن أن تفعله الحكومة، الكثير من الأمور ممكن أن تفعله الحكومة، التقصير الواضح، عدم التخطيط المسبق لمثل هذه الإجراءات من الممكن أن تسبب بالمزيد من المشاكل. أيضا يعني نشاهد أيضا مشاكل على مستوى مثلا أمانة بغداد، على مستوى الطرق، على مستوى الشوارع الغير مهيئة تماما. نعم، حتى اليوم بعد العواصف الترابية بعد أن تذهب عن بغداد نشاهد العاصمة تبقى يعني اليوم معالم بغداد الرئيسية حتى قبل العاصفة هذا مغطاة بشكل كامل بالتراب، ومع أي هبوب للرياح نشاهد موجة ترابية، وبالتالي تقصير على كل المستويات الحكومية في العراق. نعم زميلي علي وعمار، هناك بعض الأمور الإيجابية لابد من ذكرها في قناتنا، وأيضا هناك جوانب أخرى سلبية يجب أن نضعها تحت المجهر. الزميل علي أسد والزميل عمار غسان كنتما معي في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لكما.